بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والبداية بالعناوين. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل أعضاء لجنة الحكماء لولاية جيرة. رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني يلتقي المبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي. لإحياء التبادل والحوار، الرئيس الفرنسي في بكين. كانت تلكم عناوين النشرة، أهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيلها. استقبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كيب زابو استقبل أعضاء لجنة الحكماء من أجل الطوارئ في جيرا، وذلك للتباحث حول الأحداث التي شهدتها منطقة منجلمي مؤخرا وتقييم تداعياتها. كان ذلك بحضور وزير الأراضي واللامركزية والحكم الرشيد ليمام محمد. هذا وأكد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كيب زابو ضرورة تحقيق العدالة وتعزيز الحوكمة من خلال بناء مؤسسات فعالة لفرض هيبة الدولة والحد من تفاخم الأوضاع. كما أكد سيادته أن التعايش السلمي والعيش المشترك تعد من الغايات السامية لإعادة بناء تشاد، والتي تعمل في إطارها حكومة الوحدة الوطنية. رأس الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية الدكتور محمد برقو حسن حفل التسليم والتسلم بمقر الوكالة الوطنية لتأمين المعلومات والشهادات الإلكترونية بين المدير العام السابق عبد الناصر محمد نصر والمدير العام الجديد عبد الكريم عيسى باتل. كان ذلك بحضور عدد من العاملين بالوكالة الوطنية لتأمين المعلومات والشهادات الإلكترونية. استقبل وزير الأراضي واللامركزية والحكم الرشيد ليمام محمد استقبل بمكتبه السفير الأمريكي لدى البلاد سعادة السفير ألكسندر لاس كارليس. يأتي ذلك من أجل المناقشة حول أهمية تنظيم الاستفتاء الدستوري وضرورة مناقشة مشاركة السياسيين والمعارضة في هذه العملية. كان ذلك بحضور وزير العدل حامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو. وصلت بعثة من اللجنة الوطنية للاستفتاء الدستوري إلى مدينة ماو حاضرة كانم بقيادة السيدة أم سعد الدين مايدي هانغاتا بهدف تكوين أعضاء مكتب اللجنة الولائي. هذا وأكدت رئيسة البعثة إن تكوين المكتب تم بطريقة توافقية. نتابع. جيت en tant que chef de la délégation. Délégation a été composée de deux membres non honoraires et deux membres non CNPC. Donc Gina ou décret vous voulez, tous les gouverneurs sont d'office président du Conerec. Donc là, ça a l'air d'être le chemin. Ou le parti prenant ou la décret vous voulez, il faut six services déconcentrés, au site, au talat, à société civile. وطلعت بارتي بوليتيك وكلهم جبال جهد رقادين وعملاتهم سووا كونسنسوس استفقوا ومرغلين بيرو ده بيرو ده عند فوق فيس بريزيدان وراكورتور وراكورتور عشو وتريزوري. دونك الخدمة كانت طويلة لكن سهلة عشان الناس هم راسهم واحد ويتفاهموا وناخشوا كويس ومرغلين البيرو بكونسنسوس تانية فرحانين ما مشينا جوسكا في فوت ولا شيء دون مانير كونسنسوال بس مرك ده الإكيب فرحان. أما في الشأن السوداني، التقى رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن التقى بمكتبه المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي فريدريك كلافي، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين. وأطلع رئيس مجلس السيادة المبعوث الفرنسي على تطورات الأوضاع بالسودان وسير العملية السياسية والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق يفضي لتكوين حكومة انتقالية تقود البلاد إلى مرحلة الانتخابات. وتناول اللقاء التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية. وأمن اللقاء على أهمية استقرار السودان وأثره الإيجابي على استقرار المنطقة. وأكد المبعوث الفرنسي اهتمام بلاده بتحقيق السلام في السودان ودعم العملية السياسية، مشيرا إلى أهمية تحلي كافة الأطراف
الأطراف بالمرونة بما يحقق التوافق السياسي. أكد اجتماع رؤساء وقيادات الحرية والتغيير بشأن تقييم الوضع السياسي الراهن ومستقبل العملية السياسية أن وحدة قوى الثورة تظل هي الأساس لكل ما تصبو إليه الجماهير من إكمال مهام الثورة وبناء الدولة. ووجه الاجتماع نداء لكافة قوى الثورة بالتوحد وتضافر الجهود. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة في تصريح صحفي: بيان من دار الأمة للرأي العام السوداني لدعم العملية السياسية وتعزيز خيارات الثورة. تمت دعوة من السيد رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله بورما ناصر، وانعقد بدار الأمة اجتماعا لرؤساء وقيادات الحرية والتغيير، قيم الوضع السياسي الراهن ومستقبل العملية السياسية والخيارات التي أمام شعبنا عبر العملية السياسية أو بدونها لاستدامة الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء الانقلاب. وقد توصل الاجتماع إلى الآتي: 1. وحدة قوى الثورة تظل هي الأساس لكل ما تصبو إليه الجماهير من إكمال مهام الثورة وبناء الدولة. وقد وجه الاجتماع نداء لكافة قوى الثورة أن تعتصم بحبل الوحدة المتين. 2. ونحن نستشرف 6 أبريل و11 أبريل تواريخ انتصار شعبنا، لا زالت إمكانيات الانتصار الذي حققه شعبنا بالأمس متوفرة اليوم. 3. العملية السياسية تظل خياراً مفضلاً لنا، ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادث حديث. 4. إدخال الإدارات الأهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي سيضر بالدور المستقبلي للإدارات الأهلية. وفي ذلك فإننا ندعو القوى الديمقراطية والوطنية سيما في ولاية الخرطوم وولايات شرق السودان للوحدة والتصدي لمخططات الفلول والانتصار للثورة والتحول المدني الديمقراطي. 5. وجه الاجتماع رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساساً لوحدة المكون العسكري وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد والحفاظ على وحدة القوات النظامية، سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى حين إكمال الإصلاح والدمج والتحديث. 6. ناشد الاجتماع المجتمع الإقليمي والدولي لمواصلة وتعزيز دعمه للعملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي. 7. أكد الاجتماع على أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في حل الأزمة السياسية، وأن الاهتمام والإسراع بحل الأزمة السياسية يصب في إزالة المعاناة التي تقع على كاهل الملايين من الفقراء من أبناء شعبنا. 8. توجه الاجتماع بدعوة المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير للانعقاد بصورة عاجلة لوضع كل القرارات موضع التنفيذ. ولكم الشكر الجزيل. عالميا، وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وصل إلى الصين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام. يلتقي الرئيس الفرنسي خلالها بالجالية الفرنسية، وسيجري ماكرون محادثات مع نظيره الصيني شينغ جينغ بينغ، تشارك في جزء منها رئيسة المفوضية الأوروبية. وقبيل توجهه إلى الصين أجرى الرئيس الفرنسي محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أعربا خلالها عن أملهما بأن تنقرض الصين في جهودهما المشتركة لتسريع وضع حد للحرب في أوكرانيا وإرساء السلام المستدام.
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصل إلى العاصمة البولندية وارسو في زيارة رسمية بحسب ما أعلنت الرئاسة البولندية. هذا وتستمر زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوما واحدا يلتقي خلالها نظيره البولندي أندريا داودو ورئيس الحكومة مسؤولين آخرين للبحث في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية والاقتصادية. إلى هنا سادتي تكاملت هذه النشرة، أعود أذكركم بأبرز ما جاء فيها. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل أعضاء لجنة الحكماء لولاية غيرا. رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني يلتقي المبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي. لإحياء التبادل والحوار الرئيس الفرنسي في بكين. من قناة النصر 24 قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. تقبلوا تحايا الفريق العامل، ندعوكم لمتابعة بقية برمجتنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله.